بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نجدد معكم اللقاء حول مادة العقيدة الإسلامية، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن العصمة للأنبياء، وأذكركم وأقول لكم حدثتكم عن أن الأنبياء لا بد أن يتصفوا بكل كمال يليق بذواتهم باعتبارهم أنبياء، وأن يتنزهوا عن كل نقص لا يليق بهم. من ثم وجب اتصافهم بصفات معينة كالتبليغ والفطانة والصدق والأمانة، علاوة على الصفات الخلقية والخلقية. وقد فصلنا في هذا تفصيلا كبيرا في المحاضرات السابقة. الآن نعيش معا حول عصمة الأنبياء، وأنا سأتنزل في الأسلوب وأتحدث بطريقة عامية بسيطة لحرصي على أن الجميع يستوعب ما أقول. يا إخواننا، الأنبياء ليسوا كالبشر العاديين. الأنبياء يحملون رسالة الله إلى خلقه، إذن فلا بد أن يطهروا من العيوب وأن ينزهوا عن النقائص. ومن بين النقائص التي ينبغي على الأنبياء أن ينزهوا عنها الخيانة. لا تجد نبيا خائنا. اللقاءات السابقة قلنا لا تجد نبيا كذابا والعياذ بالله، ولا تجد نبيا خائنا، ولا تجد نبيا قاتلا، ولا تجد نبيا مرتكبا للكبائر. هذا لا يحدث من الأنبياء. ممكن السؤال العادي اللي ممكن تسأله حضرتك هو ليه النبي أو الرسول ما يتأتاش منهم هذا الصنيع؟ ليه يكونوا معصومين يعني؟ لأن ببساطة شديدة النبي لو عمل نقائص ما فيش حد هيتبعه، ولو كان بيرتكب الجرائم فكيف يدعو الناس إلى الفضائل؟ مين هيصدقوا؟ وأنا أضرب مثال مع الفارق طبعا. لو واحد في بلدك في القرية اللي انت فيها، انت تعرف عنه انه بيشرب الخمرة ويلعب القمار وبيرتكب الفواحش، وفجأة لقيته دخل المسجد وتزي بزي المشايخ وطلع المنبر وقال انا هخطب الجمعة النهاردة، ما الذي يدور في ذهنك بمجرد ان تعرف او ان تسمع ان فلانا الذي تعرف عنه ما تعرف، الراجل ده الان هيخطب لنا الجمعة؟ تقول معقولة؟ ازاي؟
طب ما كان نصح نفسه الأول، بدل ما ينصح الناس كان نصح نفسه. هو ده برضو الخمرجي هيصلي بينا؟ احنا هنصلي ورا الراجل ده، هنتبع الراجل ده؟ فطبعا مش ممكن انت تقبل انك تبقى مأموم ورا امام خمرجي ولا ورا امام سكير ولا ورا امام بيرتكب الفواحش وانت عارف انه بيعمل كده. اذا ما فيش اتباع. طب النبي جاي علشان الناس تتبعه وعلشان الناس تتأسى بيه والناس تقتدي بيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والاتباع احنا مأمورين به، يعني نحن مأمورون بأن نتبع النبي، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلو كان النبي بيرتكب الفواحش دي ولو كان النبي غير معصوم وغير منزه عن هذه النقائص فإزاي نتبعه؟ هل ربنا يأمر أن نتبع أحدا وهو يرتكب الفحشاء؟ ده ربنا بيقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكيف نتبع نبي يرتكب هذه الأمور؟ إذن لازم يكون معصوم، لابد أن يكون معصوم. وعلى فكرة الإسلام فقط الذي أوجب عصمة الأنبياء. أنتوا لو بصيتوا في الكتب الأخرى عند الديانات الأخرى ربما لا تجدون هذا. ممكن تلاقوا نبي بيزني أو نبي يقتل أو نبي يشرب الخمر أو يسكر وهكذا. نحن في ديننا الحنيف نقطع قطعا جازما بعصمة الأنبياء. طب إيه هي عصمة الأنبياء؟ يعني إيه هي العصمة؟ طبعا كلمة عصمة وكلمة أمانة بمعنى واحد، كلمة عصمة وكلمة أمانة بمعنى واحد. جمهور العلماء عرفوا العصمة بقولهم هي حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن ترك مأمور به ولو ندبا وفعل محظور به ولو كان خلاف الأولى. حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن ترك مأمور به ولو ندبا وفعل منهي عنه أو محظور ولو كان هذا النهي نهي كراهة أو خلاف الأولى. أنتوا عارفين أن الأحكام الشرعية فيها الواجب اللي هو الفرض مثلا وفيها المندوب وفيها الحرام وفيها المكروه وفيها المباح وفي حاجة اسمها خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني ايه؟ يعني العمل ده مقبول صحيح بس في حاجة أحسن منه كان ممكن يعملها، أدي معنى خلاف الأولى، أنه ترك الأحسن وذهب إلى الحسن، أدي معنى كلمة خلاف الأولى. يعني مثلا أقول لك والله إنك تقوم تصلي الفجر في جماعة في المسجد هذا أفضل، ويا حبذا لو ذهبت قبل صلاة الفجر وذكرت الله يعني بعض الوقت أو صليت ركعتين قبل الفجر. فإذا أنت لم تفعل هذا لا بأس عليك، لكن خالفت الأولى. الأولى أنك أنت تصلي في الجامع وتصلي الفجر في جماعة وأنك تصلي
قبل تروح المسجد قبل الأذان مثلا وتركع لك ركعتين لله عز وجل في جوف الليل، ده اسمه ايه الفعل ده؟ خلاف الأولى. يبقى النبي حتى معصوم من هذه، النبي معصوم من انه يترك امر امره الله به، حتى ولو كان هذا الامر من باب الندب. ايه الندب؟ يعني المندوب هو فعل تثاب عليه ان فعلته ولا تعاقب عليه ان تركته. النبي معصوم انه يترك المندوب، النبي معصوم من انه يفعل الحرام المنهي عنه. والنهي درجات زي ما قلت لكم، في نهي تحريم وفي نهي كراهة وفي نهي خلاف الاولى، درجات ثلاثة هو. النبي معصوم من الثلاثة دول، معصوم من انه يفعل حراما يرتكب حراما ومن باب أولى لا يفعل مكروها ولا يفعل خلاف الأولى. طيب أنا عندي في الأمور المنهي عنها كبائر وصغائر، والنبي نفسه في ارتكابه للفعل في حاجة اسمها عمد وفي حاجة اسمها سهو، وكلنا عندنا الحكاية دي، انك مثلا تقتل واحد قتل متعمد او تقتل واحد قتل خطأ او تفعل حاجة سهوا نسيانا يعني. طيب النبي لما يترك المنهي عنه يتركه إن كان كبيرة أو صغيرة، ولا يترك الكبائر فقط؟ يعني هل هو معصوم من الصغائر كما هو معصوم من الكبائر؟ طيب هل هو معصوم من الأفعال التي ترتكب عمدا والتي ترتكب سهوا؟ يعني لا يجوز على النبي أن يسهو ويرتكب فعلا منهيا عنه؟ هذا اللي فيه التفصيل، فيه كلام نتكلم فيه. أولا لابد أنك تعلم أن النبي معصوم في الظاهر ومعصوم في الباطن. إيه معصوم في الظاهر؟ يعني معصوم في الظاهر من الزنا والعياذ بالله، ومن شرب الخمر، ومن الفجور أيا كان، وغير ذلك من المنهيات الظاهرة. وأيضا محفوظ ومعصوم باطنا من أن يحقد أو أن يحسد أو أن يتكبر أو أن يرائي بأفعاله. فالحسد والكبر والرياء والضغينة والكراهية هذه أمراض الباطن. النبي معصوم أيضا من هذه الأفعال أو المنهيات الباطنة. لا يقع منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لا حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى. طيب إذا وقع مثلا شيء مكروه أو خلاف الأولى، بما نفسره نحن؟ يقع منهم من باب التشريع، لأنه مشرع للأمة، فمن الممكن
أن يسهو مثلا في صلاته حتى يتقرر سجود السهو على الأمة، كيف تجبر صلاة الساهي؟ ولذلك العلماء يقولون فلا يقع من واحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلاف الأولى، حتى وإن وقع صورة فإنما يقع منه بقصد التشريع. يعني إن وقع خلاف الأولى من النبي يكون هذا من باب أو من حيث الصورة. لماذا؟ لأنه مشرع، فمن قبيل التشريع ممكن يحدث منه هذا. إذن ده تعريف جمهور أهل السنة للعصمة أو للأمانة أو للحفظ، فهي معناها الحفظ. أقول مرة أخرى التعريف بعد ما شرحنا هذا الشرح، أكيد الآن حضراتكم تتصوروا التعريف تصور الفاهم. العصمة حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن ترك مأمور به ولو ندبا، وفعل منهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى. ده تعريف دقيق جدا للعصمة. نجد جماعة أخرى بتعرفوا بألفاظ أخرى ولكن في المضمون واحد أو في المفهوم الأمور واحدة. يعني مثلا نجد المعتزلة، وإحنا مش معنيين قوي بأن إحنا في هذه الدراسة أن إحنا نتكلم عن الفرق ولا نتعمق في آرائها ولا أدلتها ولا أوجه الأدلة ولا مناقشة الأدلة، إحنا بندرس العقيدة دراسة بسيطة جدا علشان نفهمها جميعا. أما التعمق في هذه المسائل فلها مجال آخر. جماعة أخرى من العلماء قالوا إن العصمة هي لطف من الله تعالى بعبده بنبيه، وهتلاقوا التعريف متقابل يعني زيه زي الأول، بس الاختلاف في الألفاظ شوية. هنا التعريف طويل وكبير، هنا التعريف صغير وألفاظه قليلة، لكن المفهوم واحد. فلما يجي يقول لك إن العصمة هي لطف من الله بالعبد يحمله على الخير ويزجره عن الشر، معناها أن الله يلطف بعبده بهذه العصمة فيحمله على فعل الخير مطلقا ولا يفعل الشر مطلقا. وحضرتك لو طبقت هذا التعريف من حيث المفهوم هتلاقيه زي التعريف الأول، بس الأول أدق شوي. إنما في ناس آمنوا بالعصمة لكن عرفوها تعريف نحن أهل السنة لا نرضى به، ولا حتى الفرق الكلامية الأخرى يرضون به، وتعريف الفلاسفة بيسموهم الحكماء. وربما أنا قلت لكم قبل كده إن لما تقروا كلمة حكماء المقصود بها فلاسفة الإسلام، لأن الفلاسفة دول كتار، في فلاسفة يونانيين، في فلاسفة هنود، في فلاسفة مسلمين، في وهكذا، في فلاسفة يهود، في فلاسفة مسيحيين وهكذا. المقصود بالحكماء عندما تقرأها في كتاب العقيدة المقصود بها فلاسفة الإسلام، وعلى وجه التحقيق والتخصيص المقصود به ابن سينا، الشيخ الرئيس ابن سينا.
لان ابن سينا ده يعتبر يعني هو عميد فلاسفة الاسلام في المشرق، انجاز لنا ان نقول هذا. ايضا هذا الكلام خدوه على هامش المحاضرة بس عشان تفهموا حتى الالفاظ اللي موجودة اللي انتم بتقروها في الكتاب دي معناها ايه. الحكماء قالوا ايه في موضوع العصمة؟ قالوا العصمة هي ملكة تمنع العبد من الفجور، وقالوا ان هذه الملكة موجودة في النفس، واللي بيجعلها راسخة في النفس العلم بعيوب المعاصي وفضائل الطاعات. والتعريف ده احنا ما بنقبلوش قوي يعني. ليه؟ لانه عايز يقول لك ان العصمة دي في تركيبة النبي من جواه، ده النبي في خلقته معصوم، وهذا كلام ليس صحيحا. العصمة هبة من الله ومنحة من الله، وهبها الله للأنبياء وللرسل، ولولا أن الله عصمهم لما عصموا. كما أن النبوة أصلا أيضا منحة من الله عز وجل، منة من الله عز وجل. النبوة مش اكتساب، اكتسبه النبي. وكمان العصمة ما هيش اكتساب أو حاجة جواه، لا، هذا تفضل من الله على النبي، فلو لم يعصم الله النبي لما عصم، ولو لم ينبئ الله النبي لما صار نبيا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. يبقى العصمة من مين؟ العصمة من الله. إذن التعريف بتاع الحكماء ده تعريف ما نقبلوش، لأنهم عايزين يقولوا إن العصمة دي في تركيبة النبي، زي ما متركب فيك أنت كده القلب والرئة والطحال والمعدة، مركبة فيه العصمة. وهذا كلام لا يقبله مسلم ولا يقبله عاقل. العصمة منحة من الله، منحها الله لأنبيائه لكي لا يفعلوا لا كبائر ولا صغائر. ليه؟ لأنهم سيقتدى بهم، ليحسن الاقتداء بهم، ولأنهم نقله لخبر الله إلى خلق الله، ولابد لمثل هذا أن يكون معصوما من الكبائر ومن الصغائر عمدا وسهوا. طيب انت بتقول لنا العصمة والأمانة، ايه الدليل على هذا الكلام؟ الأدلة، في أدلة نقلية. الأدلة النقل يعني إيه؟ يعني من الكتاب والسنة، وكمان الإجماع يعتبر دليل نقلي. وفي أدلة عقلية، الأدلة العقلية يعني اللي هي بتتم عن طريق الأقيسة المنطقية وما شابه ذلك. طيب، الله عز وجل يقول في كتابه إني لكم رسول أمين، والآية دي اتكررت عند كثير من الرسل، إني لكم رسول أمين، ويقول والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ده الأدلة أو بعض الأدلة النقلية. الدليل العقلي أيضا أدلة كثيرة، لكن احنا بنذكر منها البسيط الذي يؤدي الغرض. الدليل العقلي على الأمانة أو على العصمة يتمثل في الآتي. أولا
عدم الأمانة يؤدي إلى الخيانة، يعني هو إذا لم يكن أمينا كان خائنا، والخيانة نقص. هل معقول أن يبقى النبي خاين؟ ما هو إن لم يكن أمينا، اللي هو إن لم يكن معصوما، يعني ما الأمانة والعصمة بمعنى واحد، اتفقنا على كده احنا. طيب إن لم يكن أمينا كان خائنا، ولو كان خائنا لجاز عليه النقص، والنبي معصوم أو منزه عن النقائص. يبقى إذن منفي عنه الخيانة، وإذا انتفت عنه الخيانة ثبتت له الأمانة. نقول السطر اللي موجود في الكتاب وركزوا معايا. عدم الأمانة يؤدي إلى الخيانة، والخيانة نقص لا يليق بذواتهم. وإذا انتفت الخيانة ثبتت الأمانة وهو المطلوب. ببساطة شديدة، إن لم يكن أمينا، يعني النبي، إن لم يكن أمينا لكان خائنا، ولو كان خائنا لما تنزه عن النقائص، لكن النبي منزه عن النقائص، ومن ضمن النقائص الخيانة. إذن الخيانة منفية عن النبي، وإذا انتفت الخيانة ثبتت الأمانة وهو المطلوب. ده بيسموه في المناطق قياس استثنائي أو شرطي، برضو مش مشكلة، يعني ما يهمناش القصة دي، احنا يهمنا المفهوم من الدليل. تاني، النبي منزه عن النقائص، وضد الأمانة نقيصة، فلا يكون متصفا بها. طب ضد الأمانة ايه؟ الخيانة. طب اذا لم يتصف بالخيانة يبقى متصف بايه؟ يبقى متصف بالأمانة. طيب الأمر الثاني، لو افترضنا جدلا أن الأنبياء خانوا بفعل محرم مثلا، ارتكبوا الحرام، سرقوا، شربوا الخمر، موقفنا احنا ايه بقى؟ موقفنا ان احنا مأمورين باتباعهم، يبقى معناها ان انا هشرب الخمر زيه، ويبقى شرب الخمر طاعة مش معصية، لان انا اتبعت النبي فيها. طب ازاي بقى؟ ما احنا مأمورين باتباع النبي، ولو النبي خان بفعل محرم لكنا مأمورين نحن بفعل محرم ايضا، ولكان فعل المحرم طاعة وليس معصية. وهذا الكلام بالتأكيد العقل لا يقبله. النص بيقول ايه؟ لو خانوا، يعني الانبياء، بفعل محرم او مكروه او خلاف الاولى، لكنا، يعني اتباع الانبياء دول، مأمورين باتباعهم، والله لا يأمر باتباع الخائنين. والله لا يأمر باتباع الخائنين. طب النتيجة ايه؟ انتفت الخيانة وثبتت الأمانة. طيب حد يقول لي، طب واحنا ليه نتبعه؟ يعني ليه نتبعه؟ هو شرب الخمر، احنا ليه نشرب الخمر زيه؟ لان انا بقول لك احنا مأمورين باتباع النبي في كل اشيائه، في كل سلوكياته، في افعاله، في اقواله، في تقريراته. هتقول لي جبت الكلام ده منين؟ اقول لك من القرآن يا اخي. مش ربنا قال واتبعوه لعلكم تهتدون؟ واتبعوه، اتبعوا مين بقى؟ اتبعوا النبي.
والاتباع فيه هداية بنص الآية واتبعوه لعلكم تهتدون. طب لو شرب الخمر يبقى أنا أشرب الخمر زيه، ويبقى شرب الخمر يوصلني للهداية، يبقى شرب الخمر طاعة، وده ضد طبيعة طبائع الأشياء، ضد العقل أصلا، ضد المنطق، ضد النص، ضد ما هو مطلوب. لأن في اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي اتبع النبي علشان تهتدي واتبعوه لعلكم تهتدون، أيضا قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى كيف يرتكب النبي الفحشاء وبعدين الله عز وجل يأمرني باتباعه في أفعاله ومن ضمنها الفحشاء في حين أن الله لا يأمر بالفحشاء؟ يبقى دي مسألة ملعبكة كده، ما تنفعش، ما تركبش على بعضها أبدا. طيب إذا ده كلام العقل بيجيب من الآخر فيه، بمعنى إن لازم النبي يبقى معصوم. تاني، هو معصوم ليه؟ من الخيانة، هو ضد الأمانة الخيانة، لأن الخيانة نقص وهو منزه عن النقص، وإذا انتفى النقص انتفت الخيانة ثبتت الأمانة. خلاص. الحاجة التانية خاصة بنا إحنا أتباع النبي، لو هو خان بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا نحن مأمورين باتباعه في هذا، بدليل قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. لكن هو الآن بيرتكب الفاحشة، فهل نتبعه؟ الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذا ما فيش اتباع. إذا يتنزه النبي عن الخيانة بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. حد يقول لي طيب ما ممكن نجد حاجات حاصلة للأنبياء، مش ربنا قال فوكزه موسى فقضى عليه؟ موسى وكز المصري فمات، وسيدنا إبراهيم لما راح كسر الأصنام بتاع قومه وجاءه قومه مسرعين إليه وقالوا له من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو اللي كسر الأصنام، وهو قال لا ده اللي كسر الأصنام الكبير بتاعهم. طب ده كلام خلاف الواقع. طب الخلاف الواقع ده يبقى ايه؟ يبقى كذب. فهل يجوز الكذب على النبي؟ طيب يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، هم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن يتصور العقل إنه من الممكن أن يرتكب يوسف هذا الصنيع. النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. طيب دي أفعال صادرة من الأنبياء، ازاي نقول عنهم انهم معصومين؟ احنا بنفرق بين حاجتين، بين فعل صدر من النبي من اجل تعليم اتباعه
صورة وبين فعل صدر من النبي خطأ أو نسيانا، وبين فعل صدر من النبي قبل البعثة. يبقى أنا بفرق بين الفعل الذي يصدر من باب الخطأ ومن باب النسيان أو من باب العمد، وأفرق أيضا بين الفعل الذي صدر من النبي قبل البعثة والفعل الذي صدر من النبي بعد البعثة. طيب، هذه الأمور التي حدثت من الأنبياء كيف نوجهها؟ كيف نرد عليها؟ أنا أديكم رد إجمالي، أما تفاصيل ذلك ففي كتب التفاسير. إذا واحد جه قال لك الأنبياء أنتوا بتقولوا النبي معصوم والقرآن بتاعكم بيقول النبي مش معصوم، ويجيب لك الآيات اللي أنا ذكرتها ليك دي، فوكذا وموسى فقضى عليه بل فعله كبيرهم هذا إني سقيم، عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. جوابك عليه تقول هذا الفعل إما أنه ثبت بنص قطعي الثبوت، أو أنه ثبت بنص ظني الثبوت. إيه يعني ظن الثبوت؟ يعني نص ثبت، الأمر ثبت بخبر الآحاد، خبر الواحد. أحاديث الآحاد خدها قاعدة كده، لا يعمل بها في أمور الاعتقاد. يبقى لو إن الفعل الذي خالف عصمة النبي ثبت عن طريق خبر الآحاد فلا تنظر إليه. لماذا؟ لأن خبر الآحاد لا يعمل به في أمور الاعتقاد. طيب، إذا كان ثابت بنص قطعي الثبوت، أقول نعم هو قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة، فلماذا لا يؤول هذا النص ونقول صدر عنه إما خطأ أو سهوا أو نسيانا، أو صدر منه قبل النبوة؟ الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر عمدا أو سهوا قبل النبوة وبعد النبوة. طب على الرأي ده ماذا نخرج هذه الأفعال؟ قالوا نقول إنها صدرت عنهم من باب الخطأ أو من باب السهو أو من باب النسيان. أما تفاصيل هذه الأحداث فموجودة في كتب التفاسير. أنا بأعطيكم رد إجمالي، قاعدة عامة إجمالية. إذا جاءك أحد وقال لك لقد ارتكب النبي فعلا منهيا عنه، وأنتم تقولون النبي معصوم من أن يفعل أمرا منهيا عنه، فبما تفسر ذلك؟ تقول له هذا الأمر إن كان قد ثبت بخبر الآحاد فلا ينظر إليه، لأن خبر الآحاد لا يعمل به في أمور الاعتقاد، وإذا ثبت بنص قطعي الثبوت فيؤول ونقول لقد صدر منه هذا الفعل إما عن طريق الخطأ أو عن طريق السهو أو عن طريق النسيان ليس من باب العمد، أو تقول صدر منه قبل النبوة ولم يصدر منه بعد النبوة. وهذا فيه تفصيل دقيق، هذا رد إجمالي للأفعال اللي ممكن تحدث من الأنبياء منافية للعصمة.
وريثما نلتقي أستودع الله دينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.